في محاولة منه لتحريك مياه السياسة اليمنية الراكدة، وفي ظل تعقيدات جديدة تهدد منصبه كمبعوث أممي، يتحرك ولد الشيخ لتنشيط الملف اليمني، ولكن هذه المرة بمعية الجامعة العربية. لقاءات مكثفة واتصالات متكررة مع الأطراف اليمنية أجراها ولد الشيخ الأيام الماضية، بتزامن مع تصريحات الأمم المتحدة عدم نيتها تغيير مبعوثها لليمن. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الحوثيين اعتباره مبعوثا غير مرغوب فيه. وخلال اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تشبث ولد الشيخ بخطته المعلنة لحل الأزمة اليمنية، وهي الخطة المتمحورة حول تحييد ميناء الحديدة. تنص الخطة الأممية على موافقة ميليشيا الحوثي على الانسحاب من الميناء وتسليمه لجهة محايدة، مقابل موافقة الشرعية على فتح مطار صنعاء وتسليم مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وخطة الحديدة هي لها جانبين، جانب أولا أمني وعسكري، يتعلق بتشكيل لجنة عسكرية يتفق عليها من الطرفين تدير الإطار الأمني والعسكري في الحديدة كطرف ثالث بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وكذلك لجنة اقتصادية تدير الميناء. مصادر في الجامعة العربية أفادت بأن أمينها العام أكد في محادثته مع ولد الشيخ على دعم الجامعة لأي تسوية تتأسس على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216. ووفقا لتلك المصادر، فقد أكد أبو الغيط أن عودة الشرعية لليمن هي الخطوة الأولى لتجاوز الأزمة الإنسانية والضامن لوحدة اليمن. وتأتي هذه التشديدات من الجامعة العربية لاعتبارات قومية، حيث تنظر الجامعة للأزمة اليمنية من معيار كونها أزمة عربية بالأساس حسب تصريحات أبو الغيط. يبقى السؤال الرئيسي المتعلق بخطة ولد الشيخ وفق متابعين: لماذا يتجاهل ولد الشيخ الطرف الإنقلابي الرافض لخطته والمطالب بتغييره؟ وماذا يعني أن تستمر الأمم المتحدة في رعاية سلام يدور حول حلقة مفرغة؟